قبلتي اليوم قدام جمهور واحد هو جمهور اتحاد الوطن الحر، هو جمهور تونس، هي تونس الكل معناها ولا يعني صافي بليزير اللي لو بي لما الناس الكل، وان شاء الله كيف ما نقولوا فيها يخلينا كيف ما نقولوا فيها نزيدوا ناخذوا فيه الثقه اكثر، فهمني، والوعود اللي وعدهم معناها كيف نقولوا فيها يكونوا بالحق صادقين. تشوف لي بارتي كثروا يعني في تونس، التونسي ولا توا مش عارف معناها وين يسب بلغه اوضح، فهمني، ان شاء الله فوالا عاطين فيه الثقه، وان شاء الله كيف نقولوا فيها يكون عند حسن الظن. انا موجودين لهنا اليوم صافي بليزير اللي معناها احنا بيناتهم، وان شاء الله ربي يسر معناها، وان شاء الله تونس بخير وتقف على ساقيها. فوالا الفنان يقولوا ماذا بيه الصاله مليانه، اليوم ظهر لي الاتحاد خلى لك الصاله مليانه. الحمد لله الحمد لله صافي بليزير، يعني قلت لك ممكن زاد كم ما جاتش فما مصداقيه، فهمني، ما تصورش الصاله التعب، فهمت معناها المصداقيه قبل كل شيء. وانا قلت لك هذه كوفرير مازلنا ما نعرفوش احنا الاحزاب مليح فهمني، اغلبيه الاحزاب ان شاء الله كيف ما نقولوا فيها اليوم نكتشفوا لو بي ال بالكدا ولا نعرفوا البرامج نتاعو، وان شاء الله تونس بخير. الحمد لله ما نحبش نحب نكون متواضعة في رأيي، أما أنا نتوقع لأنه يمكن الناس ما تتوقعش، أما أنا نتوقع لأنه نعرف شنو عنا، فهمت، نعرف مكاتبنا ونعرف خدمتهم ونعرف الإقبال الكبير على الاتحاد الوطني الحر وبه سيبيان، الحمد لله كونه على الأقل الناس تشوف كونه هذا هو الاتحاد الوطني الحر، ما هوش دعايات كيف ما يقولوا ولافتات. الاتحاد الوطني الحر هو شعب، جزء من شعب تونس. يعني اليوم تجم الأحزاب الأخرى اللي كانت يعني تتكلم وكانت يعني تتكلم عن حزب اتحاد الوطن الحر، تجم تسكت اليوم أترافير القبة؟ أنا ما نقولش يسكتوا، أما يلزم ياخذوا اليوم ياخذوا درس، كونه الأحزاب لازمها تخدم، لازم تكون عندنا برامج واضحة تمشي للشعب تتكلم معاه تمشي للناس تقنعهم كيف ما عملنا احنا، ما يلزمش تضليل الشعب التونسي بجلب ناس واحد يجيب فيه بعشرة دينار واحد بعشرين دينار واحد بكارت متاع تليفون هيك تشوف انت الناس. احنا والله كونوا عندنا مشكلة كبيرة باش نجيبوا العباد، معناها حشمنا كونوا أكثر من ثلاثة أرباع الناس ما نجمناش نجيبوها. أول حاجة حفاظ على الأمن في تونس، وعدتهم أنا مباشرة كوني قلت لهم أنا مش نجي بحاول لي نعمل اجتماعات في المناطق في الولايات، لأنه الناس كل حابة تحضر ومشكلة كبيرة. تخيل أنت يكون عندك أكثر من 30-40 ألف، هنا احنا توا يقولوا كونه وفاتوا ل 12 ألف، مشكلة كبيرة معناها ما تنجمش من ناحية اللوجستيكية ما يسمح لكش الكلام هنا. رقم 14 فيه سر، يعني 14 جانفي 214 يعني واحد بيترشح في مجلس السيتي، عندك فيه سر رقم 14؟ مع الناس سر يمكن جابوا الصدفة، أما بالك أنت على الكلام هذا نولي 14 نلف، احنا ما عادش 12 تو نزيد نثبتها.